رقائق شركة كوالكوم تعاني عيبا أمنيا يهدد مئات الملايين من هواتف أندرويد، وذلك وفق تقرير لشركة الحماية تشيك بوينت. التقرير قال إنه يمكن للمتسللين استخدام العيب الأمني في قراءة الرسائل النصية والاستماع إلى المحادثات على الهواتف، وفي بعض الحالات يمكن حتى إلغاء قفل بطاقة الـ SIM الخاصة بالمستخدم. ووفق خبراء تكمن الثغرة في المودم الخلوي الذي يعود تاريخه إلى أوائل التسعينيات، وتم استخدامه ضمن أجيال مختلفة منها أجهزة الجيل الخامس. ويعتبر هؤلاء أنه لا يمكن إصلاح هذه المشكلة إلا عبر تثبيت تحديث أنظمة التشغيل وتجنب الشراء من متاجر التطبيقات بخلاف متجر جوجل بلاي، إضافة إلى تشغيل تطبيقات مكافحة الفيروسات على الهاتف.